والسادسة من الساحة التيفي، والبداية بالعناوين. اللجنة المستقلة للانتخابات تعلن الثلاثاء يوما خاصا بتسجيل نزلاء المستشفيات وتعلن حصيلة مؤقتة للإحصاء التكميلي. الإعلان عن أسماء مديري الحملات من طرف المترشحين مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية. الحكومة الموريتانية تعلن عن إطلاق مشروع يقضي بإعادة كتابة التاريخ الموريتاني. أهلا بكم إلى التفاصيل. قررت اللجنة المستقلة للانتخابات تخصيص يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من مايو لإحصاء الناخبين من نزلاء المستشفيات في عموم التراب الوطني، تمهيدا لتسجيل أسمائهم في اللائحة الانتخابية. وحسب بيان أصدرته اللجنة، فإن الخطوة تأتي لإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين الراغبين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عن مكان وجودهم وعن الصعوبات الظرفية التي قد يواجهونها. وكانت اللجنة قد بدأت إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي تكميلي لصالح كل من لم يتمكن من الإحصاء سابقا، هو أو من ينوي تغيير مكتب تصويته أو الذين بلغوا سن التصويت. وفي ذات السياق، أعلنت لجنة الانتخابات عن حصيلة الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي التكميلي يوماً واحداً قبل انتهائه، وقد بلغ العدد المؤقت للمسجلين 137,977 شخصاً، ومن بين المسجلين حسب المنشور 50,570 مسجلاً جديداً على اللائحة الانتخابية، إضافة إلى 87,427 شخصاً غيروا أماكن تسجيلهم على اللائحة الانتخابية. أعلن بعض المترشحين الرئاسيات عن أسماء مديري حملاتهم الانتخابية في خطوة متقدمة نحو الدخول في النزال الانتخابي المقبل. تعيين مديري الحملات يأتي بعد إصدار المجلس الدستوري للائحة المترشحين المؤقتة، ومع قرب انتهاء إحصاء إداري تكميلي ذا طابع انتخابي. تعيين مدراء الحملات خطوة سبقتها خطوات في اتجاه النزال السياسي، وستعقبها أخرى في خضم معركة انتخابية بدأ العد التنازلي لإطلاق صفارة إنذارها يتلاحق بوتيرة متتابعة. الحملة الانتخابية القانونية التي تنطلق بداية يونيو بات شد الرحال إليها يتطلب حملة مجازية يعد فيها كل مترشح العدة ليحجز أوراق قوة تجعله قادرا على خوض المنافسة الحاسمة. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعيش بدورها معركتها الخاصة في تحضير الاستحقاقات التي باتت منها زمنيا قاب قوسين أو أدنى، ففتحت إحصاء إداريا ذي طابع انتخابي يستهدف من لم يسبق لهم التسجيل وأولئك الذين يرغبون في تبديل مكاتب تصويتهم أو الذين باتت أعمارهم تسمح لهم بالمشاركة في عملية الاقتراع، ناهيك عن تخصيص يوم لنزلاء المستشفيات حتى يتسنى لهم التصويت إذا تجاوزوا حالاتهم الظرفية. المجلس الدستوري الذي كان حاضرا لاستقبال ملفات الترشح أصدر بدوره لائحته المؤقتة وانتظر الطعون التي انتهت آجالها، وبات الجميع ينتظر إصدار لائحة المترشحين النهائية كآخر خطوة في اتجاه رسمنة المشاركة في خوض غمار استحقاقات 22 من يونيو المقبل. 6 مترشحين حتى اللحظة هم سيدخلون الحلبة بمواصفات متنوعة وتوجهات قد يجد فيها الجميع ذاته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في ظل غياب أي دور قيادي للأحزاب السياسية التي فضلت هذه المرة أن تقف خلف المترشحين. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في.
أعلن محفوظ والبتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطية السابق عن دعمه للمرشح محمد وللشيخ محمد أحمد والغزواني المدعومة من الأغلبية الحاكمة. والبتاح الذي كان من بين الأسماء المطروحة لترشيحات المعارضة قال بأن دعمه للغزواني يأتي مراعاة لأهمية الأمن والاستقرار وما يملكه المترشح من رؤية سياسية واضحة طبقا لتجربته الميدانية وفق تعبيره. طلعنا على الانتخابات الى ارضاء عنها الاحزاب السياسيه اللي مشاركين فيها واللي تجري مراقبه دوليه واللي الهيئه المشرفه عليها يبدو انها خلق حولها اتفاق بين القوى السياسيه المترشحين كاملين عن هذه خطوه جيده في ارسال اللي قالوا تعادليه ديمقراطيه. هذه المعايير الثلاثه هي اللي حسمنا على اساسها خيارنا. ظهرنا عن المرشح محمد والشيخ محمد أحمد والشيخ الغزواني هو اللي يستجيب لهذه المعايير أكثر من غيره. هذه المعايير أكثر من غيره. نظم عدد من طلاب مركز تكوين العلماء وقفة احتجاجية ليلة وقفة احتجاجية في المخشوط. المحتجون طالبوا السلطات الموريتانية بضرورة إعادة فتح المركز ليتسنى لهم إكمال دراستهم. وكانت السلطات الموريتانية قد أغلقت مركز تكوين العلماء الذي يرأسه محمد الحسن ولد الددو وأعلنت عن إنشاء جامعة في مدينة جوجت لتخريج العلماء تحت إشراف الدولة. جددت المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا المطالبة بتنفيذ بنود اتفاق وقعته مع الحكومة في 13 من مارس الماضي. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مركز الاستطباب الوطني في العاصمة نواكشوط. ويقضي بروتوكول الاتفاق الموقع من الحكومة حسب المنسقية بزيادة الرواتب واكتتاب الأطباء وتوزيع قطع أرضية عليهم وزيادة سن التقاعد. هذه الوقفة هي عبارة عن سلسلة امتداد وقفات الاحتجاجية على نقض الاتفاق البروتوكول الموقع ما بيننا والوزارة 13 مارس. هذا البروتوكول تم نقض الاتفاقية الموقعة عليه حيث لم يتم الوفاء به، ونحن اليوم مجموعة أربع نقابات محتجة احتجاجا على هذا البروتوكول. وعندنا مجموعة من النشاطات، مجموعة من الوقفات خلال هذا الأسابيع القادمة. وطرحنا تم إيداع إشعار بإضراب يوم الثاني من الشهر القادم إن شاء الله. سنضطر مجبرين لا مخيرين إن شاء الله تعالى الإضراب الشامل إذا لم تتم تلبية مطالبنا. إلى ولاية تيرس زمور شمالية موريتانيا حيث أسفر انهيار بئر جديدة في منطقة جليبندور عن فقد 4 مناقبين عن الذهب. يأتي الحادث بعد يومين من حادث مماثل راح ضحيته 3 مناقبين واجه خلاله المنقذون صعوبات في العثور على جثامين الضحايا، حيث واصل مناقبون وأفراد من الجيش البحث عن الجثمان الثلاثة الذي عثروا عليه فجر الأحد. وكانت منطقة جليبندور قد فتحتها السلطات العام الماضي أمام مجموعة من المناقبين جاءوا من مناطق شتى من أنحاء الوطن بحثا عن المعدن الأصفر، لكن خطورة الطريقة البدائية المتبعة في عملية التنقيب والتي تتطلب حفر آبار ملتوية أحيانا ومتداخلة تضع علامات استفهام عديدة أمام مستقبل التنقيب التقليدي عن الذهب. أعلنت الحكومة الموريتانية عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح مشروع تعتزم إطلاقه يقضي بإعادة كتابة التاريخ الموريتاني، الخطوة التي أعلن عنها وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد والمحم في ندوة حملت عنوان كتابة تاريخ موريتانيا. سيشرف عليها كتاب وباحثون ومختصون في كتابة التاريخ بموضوعية ودون تحريف على حد تعبير الوزير الذي تحدث عن الموضوع بإسهاب أمام الكتاب والباحثين الذين تم اختيارهم للمساهمة في العملية.
انطلقت عملية رمضان التي دأبت السلطات الموريتانية على تنظيمها كل عام، ويحصل المواطن بموجبها على المواد الغذائية بأسعار منخفضة حسب القائمين على العملية. ومن المنتظر أن تستفيد 3400 أسرة من هذه العملية التي يقول بعض المواطنين إنها لا تمر في ظروف سليمة، بل تشوبها عمليات تحايل على حد تعبيرهم. أسبوع مضى من عمر عملية رمضان التي هدفها تقريب خدمة المواد الغذائية من المواطنين وبأسعار منخفضة. نكتفي بصور عامة من المعرض دون أن يسمح لنا بمعرفة ما بداخله، فالأبواب موصدة دوننا وعليها رجال شداد لا يعصون إدارة العملية الرمضانية أمرا. وعدنا بيدين خاويتين، لم يكن المواطن أحسن منا حالا، فهو يبيت ليله في انتظار فاتورة حفت بالمكاره، وكثيرا ما يحصل عليها البعض بطرق ملتوية حسب المواطنين. نحن من يوم الاثنين نشوهون إلى يومنا ما قطش برنا باطبوهم باتوان ونظلهم، سمعت ولا قطينا منه منفع ولا قطينا منه شوال، لكنهم كما نجرين عود الدحميس الخامسة يوم مراك في الحميري عرعر والوتاس، هذا ورشف رعينا فتنا ومتحسنا، سمعت ولا يدخل المولي ما هو بركتش والبوهات ينباعوا بارفين وقية. انا اعطيت 2000 قيوني اعطيتهم، واخوتي اللي ما يوافي واخولي شي منها قبل بصلوا بموتاري لحد الان ما زالوا عاتني اللي ما بنيطوه لي. مسودت وجوه المواطنين من اجله، يباع في سوق سوداء لا تبتعد الا خطوات قليله عن المعرض الرمضاني. يقر هؤلاء بعيدا عن الكاميرا انهم يحصلون على عده فاتورات يوميا بالتعاون مع الجهه المسؤوله في عمليه رمضان التي كانت للمواطن فاصبحت عليه. هالعملية ما استفدنا منها قاع، ما نضرب على شيء صايرة نقع قلبنا نشبروه من اليوم الساعة الرابعة هم إذا سمينا به لا ورق ما شفنا يسوى وشنو، شفنا إلا الناس ترفع شفنا ماشي لا شفنا قاع يسوى وشنو، جواق في الناس صايمة ورمضان. انتهى الوقت أو نفدت المواد الرمضانية، عبارات تتكرر على مسامع المواطنين الذين ينتظمون في طوابير الحصول على المواد التي تسمن الفقير من جوع إن هي قدمت له على النحو الذي أعدت له، حتى تستفيد منها 3400 أسرة كما أريد لها. محمد عمر بلول، الساهل تي في نواكشوط. نشرتنا متواصلة لكن بعد فاصل قصير. من حقكم تسمعوا ميزيك 100%، يقر من حقنا احنا انكم ما تجدوا افلين بديل، ومن حقك تدير كافيات على وذنيك فك، غير من حقنا احنا انك ما تسكن انك تبيلون. Thank you.
أهلا بكم من جديد. أدان الرئيس البركنابي روك مارك كريستيان كابوري الهجوم الذي نفذه مسلحون أمس الأحد وأسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم قس خارج كنيسة كاثوليكية في البلاد. الهجوم يعد الثاني من نوعه ينفذه مسلحون في غضون أسبوعين في دولة تشهد تزايدا ملحوظا لهجمات الجماعات المسلحة. كابوري دعا مواطنيه إلى الهدوء وضبط النفس معربا عن ترحيبه بروح التضامن والتسامح بين الأديان التي طالما دعا لها مختلف الزعماء الدينيين في بوركينا فاسو. وكان مهاجمون قد أحرقوا كنيسة بعد مقتل 6 أشخاص ونهبوا صيدلية وبعض المتاجر المجاورة قبل أن يلوذوا بالفرار. وكانت بلدان عديدة في العالم قد أعلنت إدانتها للحادثة البشعة. لقي ما يقارب 76 شخصا حتفهم في النيجر إثر انفجار صهريج للنقل الوقود. الحادثة وقعت على بعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي، وكانت شاحنة الصهريج انقلبت على سكة الحديد لدى خروجها من المدينة، ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب من الصهريج قبل أن ينفجر، حيث بدأت الجهات المعنية في التحقيق في أسباب وملابسات الانفجار. وكانت صحيفة الفيغارو الفرنسية قد نقلت عن شهود عيان رؤيتهم لراكبي دراجات نارية قرب الشاحنة لحظة ظهور السنات اللهب، ومن ثم سماع انفجار ضخم. رياضيا في هذه النشرة، تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الموريتاني لكرة القدم جلستها في 26 مايو الجاري، حيث سيتم التصويت خلالها على ولاية ثالثة للرئيس الحالي للاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد واليحيى. يأتي التصويت بعد انتهاء الفترة القانونية للترشح دون أن يتقدم مترشح جديد للمنصب الانتخابي. وكان واليحيى أعلن ترشحه لهذا المنصب منذ أسابيع في حفل عشاء أقيم في العاصمة مقشوط، حضره رؤساء الأندية والعصابة الموريتانية لكرة القدم. نهاية أخبار السادسة، تذكير بالعناوين. اللجنة المستقلة للانتخابات تعلن الثلاثاء يوما خاصا بتسجيل نزلاء المستشفيات وتعلن حصيلة مؤقتة للإحصاء التكميلي. الإعلان عن مديرية الحملات يتوالى من طرف المترشحين مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية. الحكومة الموريتانية تعلن عن إطلاق مشروع يقضي بإعادة كتابة تاريخ البلاد. شكرا لكم على طيب المتابعة. صوما مقبولا وعملا متقبلا. إلى اللقاء.